الآن إلى قرية البدع غرب مدينة تبوك، وتحديدا إلى مغاير شعيب أو مدينة شعيب، وهي معابد ومغارات وبيوت منحوتة في الصخور، مشابهة لقرية الحجر في مدائن صالح في العلا. الآن إلى قرية البدع غرب مدينة تبوك، وتحديدا إلى مغاير شعيب أو مدينة شعيب، وهي معابد ومغارات وبيوت منحوتة في الصخور، مشابهة لقرية الحجر في مدائن صالح في العلا. وصلنا إلى المغارات، تعالوا نشوف المغارات هذه. شوفوا مسوين فتحات هنا، ثلاث فتحات بجانب المغارة. هذه المغارة الأولى، شفتوها؟ هذه من الداخل. الجهة الثانية فيها مغارات. اللي خلفي هذه كلها مغاير شعيب في قرية البدع غرب تبوك. لو لاحظنا بالاتجاه الثاني الآخر، هذه مغاير أخرى ومقابر ومعابد ومدافن، كلها موجودة هنا. طبعا كلها منحوتة نحت ومحفورة حفر. هذه إحدى المغاير، هذه المغارة الثانية، شايفين القبور؟ هذه القبور هنا. نشوف المغارة الثالثة، هذه المغارة الثالثة، شايفين هذه القبور؟ وفي قبر داخل مع الباب هناك. هذه هي المغارة الثالثة، ندخلها الآن. شوفوا ما شاء الله تصميمه من البرة نفس المغارات والمدافن والمقابر في مدائن صالح بالعلا. شفتوا هذه القبور هنا من الداخل. طبعا نشوف هنا في باب، هذا الباب الآخر. شوفوا طريقة النحت، يعني تجي بطريقة زي الحفر، بطريقة الحفر. شفتوا هذه الثانية، الحين وصلت للمغارة الثانية. شفتوها؟ هذه المغارة الثانية بندخلها الآن. شوفوا المغارة، هذه بوابة دخول المغارة. شفتوا؟ طبعا اللي تشوفون هذولي قبور، واللي تحت هنا قبور كذلك. شوفوا كل هذه قبور، كلها تستخدم المغارات هذه، يدفنون الموتى هنا. طبعا داخل صخور منحوتة كذلك. في هنا مغارة أخرى، وجينا هنا شوف هذه مغارة أخرى بندخلها الآن. لاحظ إن في فتحة هنا، وهذا بوابة الدخول للمغارة. تعالوا خلنا ندخل. شفتوها؟ هذه زي اللي مدائن صالح بالعمر.